نرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة على قناة الريان الفضائية وعبر الأثير. نرحب بالجميع في هذا المساء المميز الذي يجمعنا مع هذا السن في هذه المرحلة الأولى من هذا المحلي الثامن. بدأت الانطلاقة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، نعم، وبالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجم مع هذا السن، سن اللقاية، نعم سن اللقاية، سن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات. الله، نبدأ مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل مع هذه الرحلة الأولى في هذا المساء مع هذا السن، سن اللقاية، ونبدأ مع هذه الأشواط العامة والبداية والمقدمة دائما مع المركز الأول، دائما مع قيادة هذا الشوط. من تتواجد مع المركز الأول؟ هذه هي نوف، أول غزي المند، أو هنا نوف. من تحتل المركز الأول؟ لراشد بن محمد بن حمد الدعية، من تحتل الأول المراكز وتقود هذا المسار وتتحكم في زمام الأمور. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، وقار علي بن محمد بن علي بن هوبش المري، وعلى المركز الثالث الوصول والتقدم هنا على ثالث المراكز من قبل مذيار عبد الله بن سالم بن عبد الله نابة المري. ننتقل لرابع المراكز، ومن تتواجد فيه ذخيرة لصالح بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية. أما المركز الخامس فالوصول والتقدم من رافال مبارك بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل. هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل لهذه المراكز الخمسة الأولى التي أتممناها على مسامعكم وعلى حضراتكم. نعود والعود أحمد، كما نذكركم أيها السادة المشاهدين والمتابعين والمستمعين بأنها 25 شعارا طموحه هو ناموس الشوط الأول، طموحه هو نقطة في هذا الميدان، ميدان البصير. نعم، 25 اسما وشعارا ومالكا توافدوا من دول مجلس التعاون الخليجي ليكون لهم بصمة سواء في هذه المحليات أو سواء في المهرجانات هنا في هذه الميادين في ميدان الشحانية الرئيسي وميدان البصير. نعم، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة والمقدمة مع وقار في المكان الوقار، في المكان المميز، في المكان الذي يبحث عنه الجميع. هذه وقار في المكان الرفيع، علي بن محمد بن علي بن هوبش. من يتواجد مع وقار؟ من يتقدم هذه الأسماء؟ من يتقدم بشعاره مع وقار على صدارة هذا الشوط؟ المركز الثاني الوصول والتقدم من مقادير أو مقادير لصالح بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب. هنا تاتي مقادير، من تحتل المركز الثاني والمركز الثالث تصل هنا ويصل، يصل هنا ويتقدم في هذه اللحظات شعار فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح. من يتواجد على مستوى المركز الثالث هنا مع تقدم ووصول العنود؟ أما المركز الرابع فالتقدم في هذه اللحظات من شرها صالح بن حمد بن مبارك بن هاملة، يأتي مع شرها هنا مع المركز الرابع. الله، أذكركم بهذه المميزة بشرها، هي صاحبة نقطة في مهرجان سمو الأمير الوالد، صاحبة سيارة. هذه شرهة بن بعهان، شرهة بن هاملة هنا يقدمها في هذا الشوط الأول الرئيسي. الله، يا هذه الأسماء والعديد من الأسماء لها الإنجازات. ناخذ المركز الرابع، من تحتل المركز الرابع؟ مقادير لصالح بن محمد بن علي بن جرحب. أما المركز الخامس فالوصول والتقدم من بهجة ناصر بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي. يأتي هنا أبو أحمد مع المركز الخامس في هذا الشوط. ولكن نعود مشاهدينا الكرام، هنا المقدمة والصدارة قيادة هذا الشوط مع العنود فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح. ولكن
شرهة بن هاملة، شرهة شرهة شرهة، تتقدم شرهة بهذا القدوم، بهذا التسلل، بهذا الوصول، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك لك يا صالح يا بن هاملة على هذا الأداء، على هذا الوصول. هذه شرهة أيضا تريد أن تسجل هذه النقطة الرئيسية في ميدان البصير ضمن سجلها الحافل. نعم نعم أيها الإخوة الأفاضل، صاحبة سيارة في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد. الله يا بن هاملة، حافظ يا بن هاملة، حافظ مع شرها، حافظ على هذا المستوى. أرى التحرك من الجانب الأيمن، تقدمت العنود، تسللت العنود، احتلت المركز العنود مرة أخرى. فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري المركز الثالث، الوصول والتقدم هنا من مقادير صالح بن محمد بن علي بن جرحب المري وعلى المركز الثالث الرابع. وصلت هنا رافال مبارك بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل. أما المركز الخامس فالوصول والتقدم هنا من العزرة، تعود ملكيتها العزرة، تعود ملكيتها لمريط بن سعيد بن مريط آل فهيد الهاجري، من يتواجد مع المركز الخامس. نعود إلى شرها، شرها مشاهدين الكرام ما ترضى إلا بالصدارة، ما ترضى إلا بالمقدمة. صالح بن حمد بن هاملة يتابعها بدقة، يتابعها من قرب، ولكن دير بالك يا بن هاملة، دير بالك يا بن هاملة. يصل هنا مالك العنود، تصل العنود على المركز الثاني، ولكن شرهة بن هاملة، شرها شرها، ولكن العنود، العنود العنود، غيرت العنود، تسللت العنود، تعود ملكيتها لفهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح، ولكن عادت، عادت شرها، شرهة بن هاملة هنا تعود مرة أخرى، ولكن الله، هذه العنود تصطاد المركز الأول، عنود الصيد صادتني وأنا من قبلها من صاد، هكذا يقول الناموس، هكذا يقول الشوط الأول. نعم أيها الإخوة، تصطاد العنود المركز الأول بكل جدارة وقوة. سلام العنود سلام. فهد بن سالم بن عبد الهادي يا البحيح المري نهنيه المركز الثاني، وصلت شرها.